الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ ساجد. والله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الإنسان إذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله. والله يا أخوان أبو تميم مولية يقول طول في السجود. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل. هذا أحسن وقت. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا الحل. احنا دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي. اليوم بنعطيك حل. تعال متخرج من الثانوي وما حصلت وظيفة، الحل موجود، السجود. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مهموم مهموم، هذا الحل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عندك ذنوب سجود. ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة. درجة فين؟ فين؟ في الجنة. تعرف إيش معنى درجة في الجنة؟ يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. تحصل على الدرجة بإيش؟ بسجدة. فيك ضيق؟ يجيك ضيق؟ سؤال، تجيك ضيقة؟ تجيك نفسية؟ تتضايق كذا بعض الأحيان؟ تحس نفسك طفشان زهقان متضايق؟ والله الحل في السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. علاج الضيق هذا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا. متى؟ في الدنيا. وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان يسمع حي على الصلاة حي على الصلاة وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا. والله ما ندعو. وقد كانوا يدعون إلى السجود والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا اخوان الله يقول يبيتون، يعني من المبيت،
يعني أصبح مبيت سجود. الله أكبر. والذين يبيتون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله عز وجل أيضا يقول: أمن هو قانت آناء الليل في الليل. يا أخي دقيقة بالله قبل ما تكمل هذا يا أخي، تعال حبيبي تعال، لما تدخل بيتكم تخش غرفة كذا لا تعصي الله، مو بس لا تعصي الله، وتتوضى وتركع وتسجد، ما حد يشوفك ترى. أمك ما تدري عنك، أبوك راقد ما يدري، أخوانك ما يدرون، أصحابك ما يدرون أنت قاعد تسوي. يا أخي استشعر وأنت ساجد، الله يراك ويشوف تقلبك وأنت قاعد تتقلب بين السجود وإيش والركوع. والله شرف. جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، اللي تحبه من الناس ترى يجي يوم من الأيام وتفارقه وتخرج من الدنيا، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، سو العمل اللي تسويه في الدنيا الله بيحاسبك عليه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه باستغنائه عن